السلام عليكم، أنا إسلام محمد، مصمم جرافيك. قبل ما أبدأ الدرس، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واعمل لايك للفيديو وشغل زر التنبيه. وما تنسى تتابعنا على انستغرام وفيسبوك ويوتيوب. يلا نبدأ الدرس. طيب، دلوقتي زي ما عرفتم من الأول إزاي هنعمل زر المنطقة، زر المنطقة على الشاشة ده بسهولة جدا على الخشب. طريقة بسيطة جدا مش هتاخد مني 5 دقايق لو اتعودت عليها، ولو لسه برضه متعودتش عليها برضه مش هتاخد مني 5 دقايق. أول حاجة هتجيب اللوجو بتاعك أو أي حاجة أنت عايز تكتبها، أنا مثلا هكتب كلمة دلوقتي أو مثلا هحط اللوجو بتاعي. Come and move that in my direction. So thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me want to savor every moment slowly, slowly. I mean, when I tell me love how you put it on. وانت واقف على اللاير اللوجو هتدوس الف على الكبار سهل تحت سهل لحد ما تكون مجموعة زي ما انتوا شايفين. ده يصير على اخر لايك بالمردوس وتدوس كنترول وتنزلوا كنترول شيفت، بعد كده تنزلوا. لا اول حاجة انتوا عملتوها بخلاف اللاير الاساسي اللي هو بتاع عليه كده، وانتوا بتدوسوا كنترول شيفت بعد كده تدوس كنترول بي. ابدا يصير كنترول جي تاني وتحركنها بحيث انها تنزيها لاس وسوايا كده. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, decir a los mayores lentos a los es que un decir a control, decir a los mayores y control y. بعد كده كنترول جي تاني وتعويض وتسقطها من الأول زي كده، وتعيد برضه ظبط الزوايا وكل حاجة. بعد كده نفس الخطوة اللي قبليها هندوس على اللاير التحتيه كنترول، هندوس على اللاير التحتيه كنترول، بعد كده هندوس على اللاير التحتيه، بعد كده كنترول اي، بعد كده كنترول جي تاني وتعيده وتظبطه. كده دوس على اللاير التحتيه وانت دايس على زرار كنترول وكنترول اي، بعد كده كنترول جي تاني ونعيد نفس الخطوة ونعيد تثبيتها. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. بس كده كده عملت خط مستقيم من اللايرات وتجيب اللي انت عملته. تجيب بقى الخط اللي انت عملته من اللايرات ده تحت اللوجو الاساسي، هنشيل بس عشان يظهر اللوجو الاساسي، عشان اللوجو الاساسي نحط الخلفية اهي. بعد كده هتدخل على القايمة من تحت، تروح على color overlay، خلي اللون اسود زي ما انتم شايفين. بس عايزه نسخه تاني، اي فانسي.
I'ma move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. سهولة جدا يعني ما فيهاش خالص. وعايز تقلل الزول او تزود براحتك، اهو ممكن تحط على خلفيات زي ما انا بتعلم. بس كده خليكم النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنسوش تدوس لايك وشير وسبسكرايب، وتدعي لنا.